revanche, اليوم الفرحه ديالي اليوم اللي كنشوفها الجامعة الوطنية كما كتعرفوا ولا عندها الحق في التقاضي، ولكن باش نكملوا هذه المناخذة ديال الحق في التقاضي ولا بد لنا ما تكون عندنا خبراء في الميادين اللي في القطاعات اللي هي أساسية. من بين هذه القطاعات الأساسية كاين هناك القطاع ديال العقار، القطاع ديال البنوك، وهذا الباب هذا درنا شراكات مع هذ الخبراء هذو. فبالنسبة لهذا الخبير في العقار كاين هناك كيف ما قلنا هذه الشراكه هذه، واللي هذه الشراكه نتج عليها واحد المنتوج اللي يمكن لينا نديروه رهن اشاره المستهلكين، وهذا المنتوج هو الخبره اللي هي ضمان بيتي مستهلك. ضمان بيتي مستهلك هذا منتوج اللي غادي نديروه رهن اشاره المستهلكين باش يمكن لهم اولا انهم في الحاله ديال الوقت اللي غادي يبغيو ياخذوا فيه المفاتيح ديالهم تكون هناك خبره قبل اخذ المفاتيح، ويدار تقرير في هذا الجانب باش يمكن المستهلك يطلب من المورد اصلاح هذوك العيوب الظاهره. كاين هناك كذلك تقرير خاص بالعيوب الخفيه واللي هي كيضمنها القانون في سنتين، وكاين كذلك تقارير اللي تقدر تكون بالنسبه للضمان العشري اللي هو كيضمن كذلك الحق للمقتني على اساس انه يكون عنده هذا البناء سليم من اي تعرضات اللي تقدر تسبب ليه في الانهيار. اذا هادو ثلاثه ديال الاليات اللي بغينا نقولوا وضعناهم رهن اشاره المستهلكين. نزيدوا عليها كذلك الشباك ديال المستهلك، الشباك المستهلك العقاري. هذا الشباك المستهلك العقاري فهو كذلك كجميع الشبابيك الاخرى اللي عندنا 21 شباك اللي عندنا في المغرب، الا هذا شباك مختص. كنا كنتكلموا على الشبابيك العامه، دابا حنايا كنمشيو واحد الجانب ديال الاختصاص. فعندنا شباك ديال المهني المختص بالعقار اللي يمكن يتواصلوا به جميع المغاربه على طريق الهاتف الموحد اللي هو 0522 24 47 48، ولا على المنصه ديال الشكايات ديال الجامعه الوطنيه لجمعيه المستهلك هي fnac.maroc. reclamation.fnacmaroc.org. اذا هادو اليات كلهم رهنا اشاره المستهلكين باش نحسنوا من الجوده والعلاقه بين المستهلك والمورد. وبالنسبه للعقار كاين قطاعات اخرى تقدر تمسحوا بالسوق؟ ان شاء الله غادي يكونوا عقار قطاعات اخرى اللي غادي يمشيوا في هذا المنحة هذا. حاليا حنايا استضفنا بعض الخبراء باش يشوفوا التجربه هذه ويمكن نعموها في ميادين اخرى. اليوم كاين واحد المشكل اللي هي مشكله كبيره، هو ديال المشكل ديال عيوب البناء. الناس كيشريوا العقارات ديالهم، اون فوا كيسكنوا كيكتشفوا عيوبها، تشققاتها، تسربات المياه، ولا مشكل ولا تطور ولا مشكل اجتماعي. كاين الناس اللي خلاو ديورهم مشاو سكنوا مشاو قلبوا لدار اخرى. دونك اليوم درنا واحد الشراكه مع الجامعه ديال حمايه المستهلك، وهذه الشراكه هذه غتمكننا اننا غنلقاو باش نلقاو حل جذري لهذا المشكل هذا. وحنا هذه الشراكه غادي نركزوا بزاف على انه قبل ما الناس ياخذوا السوارد ديالهم حنا كندخلوا باش كنحيدوا كاع المشاكل قبل ما ياخذ السبيتات ديالو، حيت لقيت السبيتات وقع المشكل سي تخوطا. حنا دابا غادي بغينا نركزوا على ديك تسليم المفاتيح، وتماك في غتكون المراقبه ديال الجوده ديال كاع القنوات المياه، التجهيزات، كل شيء كتكون مراقب، بس السيد ملي كياخذ سيرته كياخذها هو ترونكيل. دونك كاينه الشراكه هذه اليوم، وهاد الشراكه هذه غادي تتمكننا باننا كاع الشكايات اللي غيتحطوا في الجامعه باش انهم ضد منعشين عقاريين، هاد الشكايات غيدو يجيو عندنا حنايا باش كنغربلو نشوفوا واش عنده الحق ما عندوش حق. ولا كان عنده الحق ولقينا نيت وخا البروموتور غلط، غادي الحلول السلمية، الحلول الحبيه هي اللي كنحبدوها وغنخدموا عليها. اما هو حق التقاضي فهو اخر حاجه نقدروا نمشيو ليها، لانه المهم ديالنا هو نحلوا المشكل. واجوردي سوق العقارات محتاج بالمنعشين العقاريين، ومحتاج بالناس يشريو، محتاجين بهم بجوج. دونك ما عندناش صالح باننا نشدوا طرف نحميو على حساب طرف اخر، خصهم بجوج يتحماو. وهذا هو الموضوع ديال الشراكه ديالنا ديال اليوم ان شاء الله.